أيضا تسألوا عن صيام التطوع جزاكم الله خيرا. صيام التطوع كما سبق الجواب عنه هو أن يصوم الإنسان الأيام التي شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامها، 6 أيام من شوال، يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع، 3 أيام من كل شهر، 10 ذي الحجة، يوم عرفة، الشهر المحرم، يوم عاشوراء ويوم قبله أو يوم بعده، وإذا زاد على ذلك وصام يوما وافطر يوما كما كان صيام داود عليه السلام فذلك أفضل. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. جزاكم الله خيرا.